رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله تعالى وحكم الله بإن آية الجهاد سورة الممتحنة كما تكيد الله سيما إلى آية الشناد سورة الصفية. الله سبحانه وتعالى وحجر كنت إذا نبي الله إبراهيم يقوم في المؤمنين في السعودي ومال والبكرة إذا قال ذنها إلا وحيدا كذا ينين إن المشرك هذا الشيء به استغفار ذنبي استغفار ذنب كان نبي الله إبراهيم به وغفران ذنبه وحيد عن موعدة وعدها إياه مركا يوعد ذاتي أنه عدو لله تبرأ منه وكبر النقضي marka nabi ilaah ibraahim waxa kaga dayanaysa waxa la wixii wanaagaha ee uu la yimid oo ahayn mushrik inaad istighfar dalabtaan kaga dayan maayo marka nabi ilaah ibraahim ducadiisi waxa ay ahayd ilaahay oo fitna iyo imtixaan kaaladaha nooga yeelin oo yeena naga adkaanin waxay leeyihiin haddii naga adkaanay inuu xaq yihiin maxaan uga adkaanay tiiba haddana la siyaasiino laqad kaana lakum fii rasuulillaah fii ibraahim alayhi لقد كان وحايدين سجناري مؤمنين في نبي محمد لكي لكم وحايدين سجناري فيهم في إبراهيم ومن معه إبراهيم يعيد لجلت أسوة كتايشو حسنة ونعكسن كتايشو ونعكسن وإن هو الذي ميلا لك مهد لمن بي أسجناتي كان أهل يرجو الله لك الرجين واليوم الأخير الرجين يوكب قيا معنا أقوم يسن الله رجين وخيرك رجين يوم الأخير marka dadku dhani in nabi ibraahim ku dayda waa la qaba si gaar ah waxa loo sheegayaa dadka allah rumaysan ee qiyaamaha rumaysan dadkaas wax taraysa way ku dayashada nabi ilaah ibraahim dadkaas wax taraysa marka dadkaas si gaar ah meesha waxa way qaynuun ku hawaye in qof waliba allah rajeeyo iyo aqoonsado nabi ibraahim ku dayno laqad kaana waxa u sugnaaday lakum idinka fiihim fi ibraahim iyo dadka la jira uswatun ku dayasho xasanatu wanaagsan والذي سيدنا احنا لغمرين لمن بيسونا في كان عاري يرجو الله الله كبقية فيجيه مرضو بغدين نقضى الله كبقية واليوم الآخرة مالك قياما كبقية إن حساب لك من تكبق وفرما يتولي معنا ومن يتولى قفتي جيستة عن الحق في جيستة والدينة فإن الله قال له هو قال لألغنيك كما أرموي الكابتون الحميد ومهاتن الله عبادة العابد يتاليدين في المفتريدين فهي الله وكما أرموه وجدد العبادة عابدة قيل ما هي أباها هي مرتق في سو حق الدينو هذا قاعد في السوسة كيري الله حكم يلميت الله قوم بعرو الله نوح الله وح السماء يعلم وكم هتني هي وحميد ويت معنا محمود وكم هتني هي فكان مثلا وحوي ومن يتولى عن الحق والهدى والإيمان وحلا رب باقي وحنون في حق قفتي كجيت سته أما قوحي كجيت سته أما جماعتي كجيت سته iyaga waxa siyaale bay macna ka dhigan tahay fa inallaaha alle huwa alle alghaniyuka kama arman weeyo oo hodanka ah alxamiidu oo weliba ammaanan waxa la wuxuu sameeyay ku ammaan yahay af'aalullah kullaha mahmuda wala wada lugu ammaan asallahu alle wuxuu u dhow yahay an yaj'ala inuu yeelo baynakum dhexdiina iyo bayna alladiina kuwii dhexdooda caadaytum aad la colaytanteen ومنهم قال هذا كميدا مودة تنجعين إنه يلا بصورة جلا والله ألا قديرك كروي سدا يسك لبا والله ألا غفورك النافو يرحم الحريستا المعنى هو يمرتي ومن أنت قال هذا الليلي صاحب لما نقول كرتان ولا مبشين كرتان هو هو لباتها بالشاي ما نشتا بل كل اللي يلاه ذو قال هذا ما الله اللي كرتان ولا مبشين كرتان صاحب لما نقول كرتان لباتها بالشاي من كرتان ويشد حد جيني وقرابه ما كلام ما وكان سأل فرج بو فريو وفيري قال هذا عنك أهيدا أيدي العلوم إن المسلمة بعد عكتا إن محبة دحدي إن مرتاد عكتا مسك سيدا سهودو إنني هو مساكين تا وهو حبيد يلين وعروس يهوين كا يقوى أن لباتي دين سوولين هو دي هذا اللمع منوتان اللقن عستان وليه سيسان وقرابة حريرتان وحدي بمالو وحفرج كالفرق وحويه markii leeyahay gaaladii lama hadli kartaano lama fadhiisan kartaano sida dhibaato bulshada ay imaanaysaa lama noolaan karo waa dad wada gashay waa qaraabo isku meel baa la degan yahay marka allah farijkan u furay wuxuu yiri kuwa aan dhibaatada idiin geysan maxabbaa dhici doonta ilaahay baa idin jeclaysiiyo iimaanka soo galaan
فادع دولت مركة سيدة أقول لنا دعوانك هل كده ينينوي عسى الله ألا وفقدوا يهي أن يجعل إنو يال بينكم وبين الذين إذنك يقوي الدحضار عاديتم الله الله تنتين ومنهم قال لكم مودة شعاي وحاسوا رجالهم ألا لك رجينا يا إنو دحضين شعاي دقوا إسلام كقاتان سيدة أدرتها هفوقين نوي معنا سود ويا قرابات يا مساكين في ذكر الله عسى والله ألا نقدير على ذلك وبكل شيء شيء والبوكرة يتداخل قال أن العدو ديننا اشتعلاتان إسلام في السوق قال الله وكرة سبحانه وتعالى بك معناها سيدة يقول إنني بحي حق الدين كأنا خين واتكلم عاملون كثاموه يقول اللي بدين قيسا والله أن لغفور كردافوه رحيم الحديثو دم بكي قال ذوك الشيء هذي تعايدين كإذن دحمر إسلام كقاتان الله كردافوه سبحانه وتعالى سيدة درق المرك لا يهاكم الله ألا إذن كرهي بما يأم إذن كنهي ما يأم عن الذين عن إحسان الذين كونوا الصمف الفوضى لم يقاتلوكم أن إذن لدك على من في الدين الدين تدفع إذن كن لدك على من هبقى بيد مهياني ولم يخرجوكم أن إذن كسار من دياركم بليهن أن تبروهم من أن تبروهم إن الصمف الشحان ألا إذن كمان نهيهم إعرابهان أن تبروهم توحي بدل كتاهي الذين لم يقاتلوكم بالبدل كتاهي بدلوا اجتمال وحل إلهوين marka macnuhu waxa weeye kuwa idin la dagaalamin idin la culoobin dulkana idin ka saarin inaad u ixsaan fashaan alle idin ma diidin wal ah waaruurta iyo haweenka iyo qaraabada ay kuwa aan dib idin ku maqnayna inay idin ku soo dhawaadaan doonayay kuwa idin la ganacsanay kuwa socotada u yimid kuwa baahidu keentay iyo kuwa soo dhan weeyaan la ilaakum allah alle idin kama nahayin idin kama jeerin an alladina an ihsani alladina kuwa sabab falqooda لم يقاتلوكم أن إذن لدك على من في الدين الدين تيدين كل لدك على من تقال في قبلك وأدوني ولم يخرجوكم أن إذن كسار من دياركم قليهن أن تبروهم من أن تبروهم من أدو إحساب فشان ألا إذن كمان هاي أو تقصدوا أدو قرصورتان إلي محبوا أدو حق المتين أدو أقلاتان حق المتين عدل وحوي قفوا في المذيه إلا مريون مركزتك مساكين تهدي دين جمادا وحي مذيه إلا حريري أو لسير لوي أو حق الله شيء أو حق الله شيء المذيه وتقصد إليه ما ذكر سلطانه حق وضم رسال إن الله الله سبحانه وتعالى يحبه ويجعلها المقصدين قوة قصورة حتى قالت ولو قصورة يوري كرد رعبنا الوحي مهي إسلام كسيري سبا ذاتك مكفويني ويريا ذاتك إسلام كسيري قال لما دي حمانت لكن بني آدم كوالا سورة ويني ويجعلها كاليا لليه ولا ليه واحد باتيه مجران إسلام كمرك حتى قالت لو قصورة حق وضم alaga tuuteen marka gaalkaas ama gaalada faraha badan ee aruurti iyo haweenka iyo xaqiiqda masaakiinta wax dhibaato ah loo geysan ma hayo weyn inma yanaakumullah alla wuxuu idin kanahay oo idin diiday ani ladina an ihsani ladina kullu samafalku wad qaatalukum idan la dagaalamay sanadiid quraysh quladi quraysh madaxda ee diini idin kula dagaalamay wa akhrijukum idan ka saaray min diyaarikum guriyihiina idin ka saaray وظاهروا أكال ميسي عد خلال على إخلاجكم بحيثين العربي كلا أكال ميسين أن تولوهم إنا حريرسان وقالوا إذن كان هي تنوع عراطة وسيدة وكلا أن تولي الذين كو حريرين تودوا إذن كان هي أن تولوهم وبدل يبدل بدل الشمال بالينا ومن يتولهم قفك كالصاحب للتقوى قال ذا فأولئك قوة هم الظالمون يغادر الظالمين يغادر قفك قال كالصاحب للتقوى oo gaar ahaan xagga diinta iyo mucaamalada hoose iyo xagga uga saaxiib digta isagu lamid yahay weyn meesha waxaa leeyahay mucaamalada dunyowiga ah wixii aan dhibaato ka imanayn waa lala mucaamalada laakiin mucaamalada diin iyo xiriir lagala yeelan mahayo diin ahaan loo jeclaan mahayo looguna shaqayn mahayo diin ahaan marka allah subxaanahu watacaala saas uu leeyahay aayadda wixii lagu suuradda wixii lagu bilaabay saa laynagu soo celiyay inama yanhaakum allah alla wuxuu idin ka nahayayaa عن تولي الذين كويك صاحب بردك الشدود قاتلوكم إذن لدك على من في الدين الدين إذن كل لدك على من وأخرجوكم إذن كساري من دياركم قريبين إذن كساري وظاهروا أكال ميستي الناس الددخل على إخراجكم بحيثين أكال ميستي وإذن كوكاي شدي أن تولوهم إلى تحرير السام بألي إذن كنهي ومن يتولهم قل في كالصاحب دكتا فأولئك قواسها هم الظالمون يجب كلمة الظالمين ظلم كوهي في السمعية يا أيها الذين آمنوا قضية مهمة هو الدعضين تم يشل الشيء حلق باها
يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهم إذا جاءكم مركزين بمعنى المؤمنات وقبل المؤمنات وحجيرات وخفلتي أو قالة خصوا فربحي فامتحنوهن امتحانا إن الإسلام مدود وحي أصوى الضحين وحي تاهيكو امتحانا الله الله أنا أعلمه بإيمانهم إيمانك وذربت ألا ربي إذنك وحطيح تاهتا وحيابها إذنك موقنية فإن علمتموهن فذات كوغاتا المؤمنات المؤمنات نجهين فلا ترجعوهن هكو علمنا إلى الكفار قال لي هكو علمنا أيضا حيث الماما يستهشي في الحديبية وحاكم بها وحي قال لك كسوا بحثة أو مسلمين تؤيما دائن لعليه وحي المسلمين تكبح صدو قال لك أتغانا إنا لعلمنا يا كمدة هي الهشيسكي يتقول الهشيسكي سيدايا هي قبل صوب حصتي نبقى يتمد منك يا ديبا كدمي يدي يا رسول الله يا رسول الله مدينة يا محمد ورقد لي هاي انك لقرن هذا ويقوين تهي وكان خط كيدي ويقوين يهي دوات انتي ورزي حاكي قال لي عليو آياتنا مركا نبقى الله شهدك مركا علين تكومت شيران هوانكوين هوانكوين كتب الدرينيين دين توضى سيد بيربا الله غفت لينكنا وحاول يهوينكو هذي قال لي ماذا يكسر بحان قال كي جيب له علم هاي قفكم رجع واتي تنكرا بحسن كرا إنك اللي علي واتين تودع ذاك بحسن ذي لما دي إني اللورد يبين الجليوة أنتو سماي سكوح سماي سي عرب شيت كوفري ستمر كده ما ينبغوا يرجعين وحبان نوسع علينا لما كانوا قال هذا لي هذا بتعوين كوي عليك هذا أما يعني عادي فضوا ذاك الإحسان إن يربى لقوا بدل كراوين marka ay duu xisheegaysa heshiiski kamid ma noqonin in aw ka liciyo gaalada lagu celiyo ya ayuha alladina amanu marka ma isla leeyahay imtixaana ibnaa muhammad wuxuu ku imtixaanay ee wuxuu yiri ma ilaahi baa kugu og inaad ninkaadii u aroonin ma ilaahi baa kugu og inaad qafiis sahayn oo dhul aad u soo bedelatay ma ilaahi baa kugu og inaad adniyadaadi sahayn markii la ogaado oo ay calaamoyinkii muuqdaan oo dhaarteed iyo waxa weeye soo baxtigani soo baxday ila gabadhu way ku adagtay intay dal kala tagto oo dalkeeda ay ku noolato way ku adagtay marka waxa ku kalifay markii loo qaato inay mu'minat tahay sidaas lagu xukumaya way ma lacinayeen way ya ayuha alladina amanu dadka mu'mininta ah ida jaa'akumul mu'minatu qabla mu'minatin markay idin yimaadaan muhaajiraatin oo qaxooti ah oo dalkoodii hooyo ka soo qaxay oo nimankoodii ka soo farabaxsaday فامتحنوهن امتحانا إله باكوغو بنا الإسلام لماذا كليه أوتني ما الله باكوغو بنا إذا نكادي سعرون ما الله باكوغو بنا إذا مدلخين سهين مركي الله بصدوه على موين إمارتها الله إسلام إني كذبتها اللي عقاده والله امتحانيا مركي الله أعلم الله بإيمان وجملة معترضة فامتحنوهن امتحانا الله الله بأب إيمانهن إيمان كذا حتى قدي سألا أبن إذنكم ملك حكمه ويمعنه oo qalbigooda dimo ogaan kartaa inay ka nabtaayeen kale laakiin wixii idin ka dhaahira ma laha lagu xukuma marka fiin calimtumuhunna markaad ku ogaataan mu'minatin mu'minatin iyo qadmalaysan macnaheedu malaa muakkada aad u qaadataan gabdhahan inay ka dhabtahay fala tarjicuhunna u celinina ila kufaari gaaladii ay ka soo baxsadeen u celinina maxaa yeelo idaan ugu celinayn ilaahunna gabdhuhu ma aha xillun xalaal kuwa wallahum gaaladii ولا هم يبون يحلون نمنكو يحلون حلال ماها لهن قبله حلال ما إيش حلال ما بركم حلالية مهركو ذوفك على ضاي بمجرد الهجرة مر الله مر كسر بحلا مهركو ذي كلام ما أو حوي مر كأم بحنا عند كبحنا يعني حصافر يحكم ذي أم بحنا إني صافر أم بحنا مر كمعنو حوي إلى المهرك جاهلي وهو مهر صحبوها ويشرا marka intay ciddadu ka goon hadii ninkeedii ka dambay yimaado bas waa loo xilin meerkeedii hore ku arsanayaa way waatuhum siya gabadhii Zainab bintu Nabi gabadhaas waa kan ninkeedii lagu qabtay loo oran jiray Abul Aas baa loo oran jiray marka waa fi Badr baa la qabtay maalintii Usara Badr buu ka mid ahaa markii Badr la soo furay gabadhina ma kay jirtaa waxay soo dirtay kuul hooyadeed Khadija lahayd bay soo dirtay nabigu markuu arkay kuusha ay soo dirtay gabadh meeshii wax ka marayaan wuu ogaaday waa u jilcayo wuxuu ugu heegayay saxaabadii buu heegayo gabadhaas haddaad ninkeedii shaga siidaysaa kuusheeda u celisaa way fiicnaan lahayd buu saxaabadii hore ka yeelay ninkii markii la siidaayay wuxuu yiri nabigu kula ballamay gabadhina ii soo dirtay
waxa weeye sida ku nabad galo gabadhii balan buu ka qaaday oo amaanay ninka nabigu gabadhii markuu u tagay wuxuu ku soo daray Zayd bin Harif buu ku soo daray gabadhii oo nabad u keenay halkaasay gabadhii ku timid afar sano kadib uu isna islaamka yimid oo wuxuu dhayn baan iska soo bixbixinayaa buu ku yiri waa ka daba yimid oo markaa meherkeedii hore loogu celiyay marka meeshan waxaynu nidhi ciddadii baa loogu celinay intayna ciddadu ka badmarada ciddadu ka badoway ka tagtay gabadhaa nabigana meherkeedii hore baa loo daayay marka waa qadiya gaara laga yaaba qadiya gaara ama yacni nabigaa si gaara ugu meheriyo dadkaan ogaanin sidaasoo kale ama waxa weeye hoosuu muslimka ahaayo islaamnimadiisii baa caddaatay inuu markii gabadhu ay ka timid inuu gaalnimadii markaaba ka baxay si kastaba haddee gabadhaa nabiga sidaa marka macnuhu waxa weeye xukunka guud ee lagu xukumi waxaa weeye ciddadu intayna ka go-in hadday labadii zawj midna muslimka qaatay midna gaalka ahaa hadday islaamnimada isugu yimaadaan waa loo celinaya meherkoodii haddii kale way kala tageen laakiin markaa meher cusub in la isu saaro yaa waxba ahayn di meher cusub oo laba muslim laisu meheriya sidaasoo kale fain calimtumuhuna muminaatin falaa tarjicuuhuna ila alkufaar laa hunna gabdhuhu ma aha xillun kuwa u xalaala lahum nimanka u xalaala walaa hum nimankuna maaha yaxilluuna kuwa u xalaalahuna waa laisku adkayno waatuuhum siiya gaalada maa anfaquu gabadhaa ka soo hijirato waxay ku kharash gareeyeen gabadhaas meherkii ay siiyeen iyo xoolihii ay siiyeen gaalada u celiya islaamka cadligu waa cajiib wey ninkaa gabadhu kasoo fara baxsatay laba khasaarayaa laysugu darin xaaskiisii oo kasoo baxsaday iyo kharashkii kaga baxay ha loo celiyo kharashkii ka baxay baa oo hala siiyey ha kharashkii hala siiyey waa wax cajiib ah wey waa masal waxa weye waa cadliga islaamku leeyahay wey aatuuhum siiya gaalada humtaasu gaaladay ku dhicin nimanka gabdhahoodu kasoo baxsadeen maa anfaquu waxay ku kharash gareeyeen oo meherkii ahaa walaa junaaha calaykum dembi dushiinna ma saara an tankixuuhunna gabdhaha inaad guursataan ood mehersataan idaa aataytumuuhunna markaad siisaan ujuurahun ajirgooda meherkooda farta ka saartaan gabadhaa kasoo baxsatay markii ciddadu ka go-do inaad mehersataan wax dhiba male macnaha ninkii gaalka inuu soo furo looma baahna markay kasoo baxsatay baa xididkoodii kala go-ay hadduuna ciddada ugu imanin gabadhaas markii ciddadu ka go-do inaad mehersataan oo ninkay doonta guursato wax dhibaata male male walaa junaaca calaykum dembi dushiina ma saara an tankixuuhunna inaad guursataan wax dembi oo ka iman ma jiri ilaa taytumuuna markaas sida ujuurahunna ajirgooda oo gabadha nuuda waa gabadh qaxootii ahoo soo galoyti ah meherkeedii yaa la siinay meesha ma taallo hala waxoogii hala dulmiyo meesha ma taallo meherkeedii baa farta laga saaray gabadh muslimada sideed baa loola mucaamuloonaya walaa tumsikuuha haysanina bicisawmilka waafiri gabdhaha gaalada xilanimadoodii ha haysanina wasaluu su-aala gabdhaha idinka baxsaday ee gaalada ah maa anfaqtum warka waxaad ku kharash garayseen idinku gaalada weydiiya waliyasaluu idinna ha idin weydiiyaan maa anfaquu waxay ku bixiyeen ha idin weydiiyaan idinkana ha idin weydiiyaan waa cadli cajiiba gabdhaha idinka idinka baxsada wixii kharash ee idinka galay gaaladu ha idin siiso iyo gabdhaha kasoo baxsada wixii kharash ee ka galayna idinku siiya wey marka meesha laleeyahay walaa tumsiku cisumalka waafiri jawaaba la kala go-aye gabdha idiin tirsan oo xaasaskiini ha u qaadan inaan loo jeeda ee way kala go-een ba way kala furan yihiin ba waxa weeye xilo uma aha ee waxaa leeyahay ha u qaadanina gabdha idiin joogo xiisnimo caasinimo ha u tirsanina way idinka tageen kuwaasiya cumar bin khadaab radi allahu canhu laba gabdhood oo xaasaskiisa ahayd oo maka ku hadhay buu labadiiba furay gabdho badan baa la furay wax islaam ah oo dib u noqday lix gabdhood baa jirta wax intay soo muslimeen haddana gaalada dib ugu noqday lix gabdhood baa jirta wey laga yaabo markii dambe intay maka la furtay inay islaamnimada qaateen waa suuragal haddaanay dhiman marka macnuhu waxa weeye idinkaa idin su-aalaan waxay kharashaha ka galay idinkuna wixii kharasha ka qaata sidaa isugu dheelitirma waa masalo markaa masalada iyadaa muminiintu way fuliyeen gaaladu ma fulinin markaa xukunku si kaluu noqon markaas allah wuxuu leeyahay walaa tumsikuuha haysanina bicisamilka waafiri gabdhaha gaalada ah xilanimadooda ha haysanina macnaha ha tirsanina oo xilan meel idiin jooga ha ugu talagelina wey wasaluu su-aala maa anfaqtum waxaad bixiseen oo kharasha gaalada su-aala gabdhihii idinka galay waliyasaluu iyana ha su-aaleen idinka ha su-aaleen maa anfaquu waxay ku bixiyeen ha su-aaleen daalikum sidaasi xukmullaahi alla xukumkiisi wey allah baa xukumkaa cadliga ah oon cid lala dulmiyaynin yaa xukumay yaxkumu wuu kala xukumay baynakum dhexdiina wuu kala xukumay wallaahu allana caliimu kii wax walba og weyne maslaxadu ogyahay maslaxadaa sida ku jirta haddii dee gabdhihii
قال هذا كسوه قال وحبل يا اللي كعلم اللي كان يقول أخوي كقال وحبل كعلم ما يان وحمد كلا وحير أتكيني كار قبلها حق أبوك كلا جول شيء أو كلا تجي يا أتكيني وقبل ما تكي وقعتي أنا سيد على جرها لأنني خرج فيها أي قبتي لقى قادنا يمرتي وقعتي قبله ما تجي يا الله عليه ذلكم سيداس حكم الله الله حكم في سوي يحكم وحكم بينكم لحدين والله الله عليم وقوي مسالحنا حكيم وخلص ساسنا الله حكم ويفاتكم حدو يدين كتبه شيء وحون ومن أجوالكم حاسسين واق الله قيمة دية وحان قيمة لها إلى هذا يدين كتبه إلى الكفار قال هذا حق هذا يدين كتبه وفعاقبتم أبو حنبيثين يعني صنعتم ما صنعوه قال إذا وحي الدينين قبله أقل إن مهركو دي سوع ليا بي الدينين مسلمون تنزل مركة ويدينين مركة فعاقبتم معنى هذا وحوهي هذا قبل يدين كتبه قال هذا أو وحي أت قال له أقول تلا جشينا قبله كسر قال أتين له هذا طيب خمدة هيسانه فعاقبتم واسدا وحنا ذهم بيسان وقال له وجه أتين له هذا طيب خمدة كهيسان فعاقبتم واسدا صنعتم ما صنعون وحيسان عيان هذا صنع عيسان سيدين يدين كود ديدين ده يدين له كود ديدين وطيب وجه أتين له هذا هيسان هيه فاتوا الذين سيا قوي ده بده جواد وحساس خلوا كل جوسان مثل ما أنفقوا واحد كخر شكلين وكرسيها نمك مسلم كا أو قبل هذا كل جوسان قال هذا وش عادوا تلاجشين ويجوا أي فلين وعين نمان كسيه مسلم قبل هذا كتجه هذا تفسير تفسير كانوا حي فعاقبتهم استضم مرتين الدولمات بعد الدولمات غزو بعد غزو دولمات هي دولمات استضم مرتين وغنيمات قال هذا كشين غنيمة كسيه وين مرك غنيمة دي نوال قسين ومرك وح قال هذا لاجوا تلاجلوا الله هي اللي وياه غنيمة دي بالله قسين نكى قبل دي سيكه قشين وحاجة أول قشين مرك فعاقبتم لما تفسير بنا صاحبي كنت عيون ويفاتكم هدو يدين كتاك الشيء وشيء من أزواجكم حاسسين إلى الكفار قال هذا فعاقبتم أد عقابتين وتكدوا شيء وتغنيما هيسان أما فعاقبتم وحونا أد همبيتين وحد قال هذا سين لهيدين خير كمدا هيسان فاتوا سيئة الذين كوي ذهبت أي تقين أزواجهم حاسسوا مثل ما شيء وكلام فقوا أي كبحية وسلمين في حاسسوا كبوا سين بألو قرقارين واتقوا الله وَالَّذِي كبق الذي قال له أنتم يدكم مؤمنون بها أتكم أيسان الله كبق مركم بها شرع فرق موال وحا قرآن الكريم في الشيء يقول أن نبي يقول إذن أمر رأي فرق ما معنى كذلك أنت إذن دوات متقين ذاتك الله لها الله مؤمنين تاني ومتقين ومؤمنين مالك إلهي كبق معنى هذا وحوالي الشرع فرق موال واتقوا الله الله كبق واتقوا الله الله كبق الذي قال له أنتم يدكم مؤمنون أتكم أيسان ودعوا الإسلام بسجنك يا أيها النبي نبي شرفت الهاية إذا جاءك مركي كوي ماذا المؤمنات قبلها مؤمنات يبايعنك إيقو قلب اللنجلية إيقو قلب مبايعون يمحيك قلب مبايعون على الله يشركنا إنين أشريكي لي بالله ألا أشريكي لي شيئا شيئا أشريكي لي ولا يسرقنا وحنا أين أحد ولا يزنين آني زني سنين ولا يقتلن آني الله إن أولادهن عرور طارا ولا يأتين آني الله إيمان ببهتان بين أبوه كاسو يفترينه أي كب بين أبوتين بين أيديهن قعمه ظهر طارا وأدبيلهن اللقوه ظهر طارا ولا يعصينك أين كبو عاصين في معروف وحوناس فبايعهن لم بايعه واستغفر لهن الله اللهم كفر الظلم وعالي للنبي يوم مركي قبله كوي مادان هوانك متى لم بايعون هوانك كثيرا صاريت لم بايعون يا نبي هؤلاء كريم قريشين يوم كان ولا لم يبايعون مركا مبايعات واحد باللابتين تدبات هكين نجهر أنصاري ذي النبي انتو من ولي سوه جلون المنى وكل مبايعاتي وحول معاد من الجبل بيعة النساء ونا لم يبايعاتي بيعة النساء وحوهي كعنت الله ساري ماهي وحوهي أفكو كلا مبايعاتي عايشة وكيلة ذاي ولي النبي قد عنتي سبقى برد مر ما تابني هل كاسم بكلا مبايعوني أفكو كلا مبايعوني مر ما كلا شوقي وانتي وحوهي فضل مكانا عمر بن الخطاب بان نبي افكي سكوها اللي يلا مبايعون سيدا سو كلي مركا دي كوي مادان انتا مبايعة كذقا مركا واح الله وحي كلي داعاها معا انتا نقاق الله دشين انتا نهوانكو آد بي وقوبة دي هنبال ماشا للي ولا ياتين بوتان يفتر بين ايديهن المؤونا ننكر علم ورد عليها دين وبالمثل ونرد علم وبالمثل ما لي كسو قادي اما ننكلم اي وقوبة دافتاي نكي هكو شيئين علي ورد عليها دين مركب بين أيدينا معناه ذو حوي علاشو أي المهكوك هذا سواء تعمه هرتاضة
ماشى يعني لطلال كوكب اللومنا وقالوا هذا حدوده مركب بين أبوك معني سوى سيدا ماشى اللي ليه ولا يحسينك لمعروف نبي الله محمد معروف وحالهم بمصمية وحلو قد شيدا معروف نبي محمد كرة عمرك اللي ليه وحكى لها كرة عنا نبي محمد روح السمية ومعروف سومانا إن المخلوق معصية الله اللي قد عين لا يتابع مخلوق في معصية الله يقول الله محمد بالليل وحكى لها كرة مركا مخلوق مرة عكتان معصية يا اللي ليه وين دعويك كلنا في معروف انت نيكو احسنان ولا يحسينك في معروف صوتي الثلاثي وحسنان لكن انت سيقارة وحلوه الشيقية انت نوين تاقوم بضن بالمثل حكي حتو يدوك له قريقا نيكو وضي كحضيان هذي الدونان مركا واماشي إليه ذهي قبر لي أهل أبو سفيان بن حرب قبر لي حاش كيسة أهل وقبيل هانا النبي اللي قلت في عبد الشمس ما يهد قبر ناسي آبه يدي آبه يدي والآلك بمالك بدل مدينك وحيت لي أنا قوم حبي نبغو وكير بقي يا بيت الملك وإلا هذا الشيء يا رسول الله بيت لي إنك هيك أبو سفيان اللي نوان بخيل بيت لي تقول لي ثم كقاعدة كرا هو كقاعدة كرا تقول بالحين قفولي واحد كل شب سنين مركي لي يجي ينزل يسنين أو جبر حري ينزل يستا بيت لي جبر عنونا ذكبة نبغي نهدي قرابة يا حين أول ورد مشين مركا ولا يقول لأولاده إنهم عنيد وحوي أين عروس هذا الله يني وواد البناء قبله لحم اللولي يرجع في اللي يسكسوا في ذي علمه أي قبله يسكسوا توريين أو قبلها قاركوا بقى يابو علم الشرع الدرائين ويها يسكسوا توران اللي يسكسوا توري كانوا علمه شرع قاهان يسكسوا توري كانوا وعلمه ذي الدلين وعدم ذي عظيمه فكان نبو ساسو كلهم بايعوا ذي قبله لساتي بلان كالقادين يا أيها النبي النبي شرفت الهايو إذا جاءك مركي كوي ماذا المؤمنات وقبلها مؤمنات كأه يبايعنك حالائي كغلب بلان قليا على أن لا يسرقنا إني أشريكي بالله شيئا عبادة عد لو ذا جنين الله ولا يسرقنا آني توقن نقنين أحد ولا يزنين الزني سنين وقبل داف سمين ولا يقتلنا آني اللين أولادهن عروب طوضا وقول كمركم بجري اتكسر فين أما نرشه بكود دين ولا يأتينا آن لائمان أي قول رب اللمان بجهتان بين أبوه يبترين وأي كبين أبوتين بين أيديهن هرطوض مجلين اللقوهوض هرطوض أي كبين أبوتين وإلما أن نكوض بلين أين إلما هدوشة كسار ولا يعصينك أين فوق عاصين في معروف وناك فبايحنا لما بايح عمركا مركا وحوي هذي قبل منك هذي يضع لقوقر نفسه ما يسوه هذي إلمه وحال إلي الولد للفراش بالي من كي قبل يكون مرسانيت بالله حكم إلمه هذا هو إلما خطر هو وحوي مرنا من نكو إنه أقل بفيه ما اللهم لا إلمه إلمه هاتين مركا وحوي إلمه النمو ندلين هسه ما كان معناه واي كان ديغان تاهي هادو قلنا فينا نو ميشو وي كيرتا او علم نين كلا علمي هاو كينين نين كينا هاو كينين واستغفر الله واستغفر له الله الله غفر طلب ان الله سبحانه وتعالى غفور وغفار رحيم والحريص او وها لو لا بلان غلان نين كي سمايا او الله استرو يسي الى يسي يي كدحايسا قفتي انت وها غلو حد لا اوفينا كفاره ونقون إيسا مركا وحوية الله وقفران ذلك بياه وإذن جنب الدافية لكن يدكو إسلالية ويمعنه يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأخذ لا تتولوا هكا الصاحب تقننا قوما قوما غضب الله الله عراضي عليهم تشوط هو قد يأسوا كبقوستي من الآخرة آخرة كبقوستينين آخر جريف ميسا كما يسان كفار قال هذا الشوكتا يسيدي وقبقوستين من أصحاب القبور قبور تدت كذب ودت خاضير لنتي سيدا أقوى قوسين أيوه جيين هنا نمر لموسى نقله هو لو حكى قوسين حكى صاحب الدين اللي لجاي آخره يعني إن آخره دي تمر من سنة أما هو يهود هو في ميسين هنا دين تحقي بيدين مرك آخرين خير هلا يان مر من سنة سيدا قالته هو هذا لنتي أيوه قوسين هنا دي جنب السواقه للمؤمنين تدت كذب لنتي كم قوسان هنا يصير كيا فكم ممكن هنا يصير كيا أبو أمسين يعني marka waxa lagu aayada awl keedii hore suurada awl keedii hore la inoo soo labaceliyay laakiin si gaar ah meesha waxa ku maamul istiwaale dad fara badan oo fuqara yahuudi madinada galay iska taajirin bay ahaan oo beeri alaabayn inta wali la qashinin marka dad fara badan oo masakiinta yahuudda tagaano wuxuu warwarramaan muslimka iyagoo gaalnimo ka ahayn intay muslimiinta wararkoodi wuxuu geeyay bay wuxuu ka soo qaadan jiray kuwaas si gaar ah loola hadlay guud ahaan oo walaal ahaan marka qofow ilaahu arooday inta badan yahuudda qab ya maqduub alayhi لكن هذا قالوا ربنا للشيء يا أيها الذين آمنوا إذا قالوا ربنا لو عليه سيئة مغضوب عليه وحال إلى هو حق
وهذا ديدو اسكرب مريا ككلا وضال وجاهل ويا ككلا كحق يعني جاهل وبيني كو يرضى ما وحيا معنى اللي صاحب ديقل ماهي لكن ولو دعوان كرا يا أيها الذين آمنوا ذكا ممنين تاهو لا تتولوا كالصاحب لقاننا قوم قوم قضب الله الله عرض عليهم تشونا كواسو قد يلسوا كقوس من الآخرة وانكم اثنين وحوية إنا آخر خير هليان كما يسال كفار وقالوا السلعي وقوستين من أصحاب القبور قبورتها أصحابين ديب دم بينين سؤالتين إنا قلت لك سنين سورة